ياللي انت نفسك مفتوحة زي البوتاجاز غاوي الحريم وعامل زي بتقول يا جواز ده الستة زي البسبوسة زي البسبوسة محشية ملبن وأنوسة ملبن وأنوسة بتطلع لها أنا اللي أنزل لها ودي تنزل لك أنا أطلع لها ودي تنزل لك أتجوزها يعني خلال نص ساعة كده إن شاء الله أوكي أبو عبد الله سمورة 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 إيه في إيه؟ سجل اللي سمعناه طب أعرف الأول إيه اللي سمعتوه؟ سمعنا إنه بدك تقلب البيت هذا مكتب سمسرة لا مش سمسرة يا روحي مكتب عقارات الحين بعد هالعمر هذا كله تبي تشتغل سمسار؟ ماله السمسار؟ شغلانة شريفة وبعدين حبقى مدير مكتب عقارات السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مساء الخير يا رجالة رجالة بعينك أهلا أهلا يا أبو رجيلة أهلا أهلا تفضل إيه الأخبار يا أستاذ؟ الحمد لله كل حاجة very good ناقص بس نستفتح بقى سمورة شو جاب هذا اللي زمك لهون؟ ده كابتن أبو رجيلة شريكي شنو؟ هذا شريكك؟ تعبت قوي عبال ما مخه زق جزمة تعبت عبال ما أقنعته وبعد تعبت على ما أقنعته على شنو تقنعه؟ إيه يا أستاذ سمير؟ في حاجة عد؟ سمورة شلون يعني انت البزنس مان المحترم الجخة والرخة يعني تشارك واحد مثل هاد مثل هاد؟ ماله هاد يا مدام اهدى يا برجيلة ايه انت دخلت تتجوز ولا ايه؟ دول مراتاتي وفي واحدة عندها شوية استفسارات يعني لازم ارد عليه شوية ايه؟ استفسارات والفسفسترات دي بتيجي من ايه؟ والله يعني بتيجي لما بياكلوا أكلة تقيلة شوية ابو عبد الله شنو استفسارات بعد تحكي قول الحق يا استاذ المربع التخينه تتغير اللي هناك دي حقول لك استفسارات ولعلك ان شاء الله تدخل في مربع ناقص ضلع قول امين لا امين أنا بس بتحبك اشوف زي تدي لك دعوه حلوه وبعدين اصلا هي تعادت من الثانيه فخدت منها الاستفساره بتاعتها مع بعض لا حول الله يا رب طب ما تعرضهم على دكتور يا استاذ دخت يا برجيلة دخت على الدكاترة الله لا حول ولا قوة إلا بالله يعني ما فيش دواء يسد نفسهم شوية يا أستاذ يعني افتصفرات يعني إيه بالضبط هو يعني بيبقوا عصبيين فبيطلع لهم حاجة حمرة في القفا إيه؟ يبقى لازم حد يروح ضارب القفا وميهدو إيه يبقى أنا عندي افتصفرات بتحس كتير إن عايز حد يلزك كتير يا بيه لا خير انت لسه في الاول اول ما تحس ان قفاك ابتدى يسخن تعالالي حاضر يا دكتور ابو عبد الله ترى احنا مو موافقين على اللي قاعد يصير ايه دي الحق يا استاذ اتعصبت الحق نقولها بالقفه قبل ما يعدونه هذا ايش قاعد يقول علامه استفهام اللي ينك يا الرجل عاوز يديكي بالقفه انت مينون مينوني على الكل يني مينون سموره انت شو بتسمح له يعني يحكي هيك مع طيبه اتعصبت يا رخرة الحق نولها بالقفة بي استنوا بس تعالوا هقول لكم الراجل ده أصله عصبي جدا لما بيتعصب ويتجنن يبقى يضرب بالقفة أي حد قدامه إن ما لقاش حد يضربه
هو بنفسه يقف قدام المراية ويضرب نفسه بالقفا لحد ما يهدى. وراس أمك؟ وراس أمي إيه؟ وقفا أمي يا حبيبتي، مش كده غطي قفاكي أنت وهي. لا أنا مغطي قفاي. هو مش ده القفا؟ لا شنو قفا؟ ده قفا هني اللي ورا القفا. ايه صوري من ساعه ما اتجوزتك ما اناش عارف الوش من القفا. عادي عادي عبد الله، غطي اللي تغطيه. سموره مشي لهذا من هون بسرعه بسرعه. انت تقبريني يا حبيبه قلبي، قفاكي مغرق جدا، انت غطيه بالشعر. هيك يعني؟ اوريني. اوه يا جمال، اوعي تخليه يشوف. لا خلص ما راح خليه. يا بيحك عليكم ولا عليكم اني؟ خلاص خلاص خلاص، هم هديوا. يلا يلا يا تيبا، خذي افتكار واتكلوا على الله اطلعوا. يلا ابو عبد الله، احنا ايش قلنا؟ قلنا لك احنا مو موافقين على هالشغله. اي شغله هذه؟ طيبه طيبه، عيب عيب، بطي صوتك، الراجل واقف. بصراحه سمورتي يلي انت عم بتساوي كتير 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 عيب. يا بهدهم العلاج، الحاله رجعت لهم تاني. خلاص انا ايدي تعبانه، روح انت عليكم. يلا استنى على الشقه بالله. يا مامي تعالي يا حرمه منك. ليه ابو عبد الله؟ مامي يا مامي خلاص يا بنات، اهدوا يا بنات، اهدوا يا قطايد، خلاص بس المهم تغطوا قفاكم وخلاص. مفيش تغطي قفاي. هتاخدوا العلاج يعني هتاخدوه؟ هتغطوا قفاكم ولا هتبينوه؟ سمورتي شو هذا العلاج اللي عم يحكي عنه هذا السميك؟ هتاخدوا 3 قفات في اليوم، قبل الافطار وقبل الغداء وبعد العشاء. ليش هذا انتوبيوتيك؟ لو سمحت انا قفاي متغطي، ممكن اخذ طراق؟ دي طيبه يعني بتقول حكايه القفا هتضايقها لو ممكن في الطراق. طراق يعني ايه يا بيه؟ ما خدتهاش قبل كده. انا اللي خدتها، انا متجوزها لغايه دلوقتي لا اعرف فين القفا وفين الطراق. انت عشان تبقى في الضمان بعد القفا تهبل بقى كده، تفضل تعمل كده هتيجي في الطراق. ماشي يا بيه، سيبني بقى. اهدى بس اهدى بس بس، انا هاخدهم واطلع. يلا ابتكار، يلا يا بنات، يلا معايا يلا معايا، خلاص خلاص. أوكي. وانت خلي بالك من المكتب. ها يا يلا مامي يا يلا مامي. يا حلوين غطوا قفاكم. يلا الله يكون في عونك يا استاذ سمير. استحملهم ازاي دول؟ الله حلو وقوي المكتب ده. اهدي وتلفون كمان وشغال. نطلب البت بخطيرها بقى. خرب بيتك، اصل سماحها تقيل قوي. مساء الخير يا حج. لا انا عازم خطيرها. انت بخطيرها؟ صوتك رد كده ليه يا بيه؟ ايه عندك برد؟ من ايه؟ طيب حازم على نفسك. لا اصل كنت بطمن عليك. ايوه بقول لك ايه، عايزك تبني الحيطه اللي قلت لك عليها وتشيل البوابه القديمه وتحط الجديده. ايه ايوه، وتنقري العفش اللي فوق السطوح كلاته وتعملي لي حله محشي ساعه زمن وتديني تمام. ماشي سلام يا بيه، سلام. يخرب بيت لفص الصفرات اللي بتطلع في البيت ده. اتعدينا اتعدينا، الله يخرب بيوت. دي بقت مصوره. اهدي انت مين؟ وقف عندك. انا واقف. معلش زياده تاكيد، وقف ولا كلمه. انت مين؟ قلت لك ولا كلمه. انت مين؟ اني. وبعدين وياك يعني انا طوخك واخلص منيك ولا ايه؟ انت مين؟ ماني. وبعدين وياك، قلت لك ما تنطقش ولا حرف. مين انت؟ مش فاهم. فيلم ولا مسرحية؟ فيلم؟ كم كلمة؟ كم دول؟ ستة. ستة؟ ايوه الأولاني. أيوة ألف ولام، فيه ألف ولام صح؟ طيب وبعدين؟ ده مسرحية فيلم، وإحنا هنحير نفسنا ليه؟ ها؟ أنا طخك دلوقت وبعدين لما يجي وكيل النيابة يبقى يحقق معاي وساعتها نعرف فيلم ولا مسرحية. يا بيه حرام عليك،
انا ابو رجاله. لا ما فيش فيلم اسمه ابو رجاله، انا اعرف لعيب كوره اسمه ابو رجاله. يا بها انا ابو رجاله السمسار. طيب انت خابر دلوك يا ابو رجاله انك واقف دلوك في ملكيه خاصه، انت بتعمل ايه هنا؟ اني شريك الاستاذ سمير. لا الاستاذ سمير ملوش شريك، يعمل اللي هو عايزه. أنا شريكه في مكتب العقارات ده. شريكه في المكتب؟ ايوه. اهمد اهمد شوي، اهمد اسكت انت شوي. تعكلم مين دلوقتي؟ لا ما يهمكش، الفار عم يلعب في عبي. ثانية واحدة، هتعمل ايه؟ هجيب لك قطة تقطع. بتهزر انت يا انا ما بهزرش. تعال هنا. تعال وقف. قول لي تعرف شخص اسمه شربيني؟ شربيني مين؟ شربيني. ايوه نسبة لايه؟ نسبة لشربين. تعرفه؟ لا مفيش داعي من الانكار. انا هنكر ليه؟ لو اعرف هنكر ليه؟ يا ولد عمي الانكار ده مش حيفيدك، انت خلاص انتهيت، انت رجلك جت في القضية. جشع، انا رجلي ما جتش في القضية. يا استاذ سمير، يا استاذ سمير الحقني. وهيعمل لك ايه يعني الاستاذ سمير؟ ها الحقني يا استاذ. نادم عليه زي ما انت عايز، بس بعد ما تنادم اتشاهد على روحك طوالي. الحقني يا استاذ. ايه بس ايه في ايه ده ابو الفارس؟ ايه بتعمل ايه؟ هخلص الدنيا من شره. شره مين؟ ده ابو رجيله شريكي. ايه بتقول شريكك؟ طب وما قالش ليه جديه؟ ما قلتش جديه يا راجل، ده انا جيت لك لحد هنا وقلت لك شريك الاستاذ سمير وانت ما صدقتش. وهو يعني اي حد هيجي لي هنا يقول لي انا شريك الاستاذ سمير هصدقه طوالي؟ لازم اسال في الاول صاحب الشأن، وبعدين هو لما يقول لي يبقى خلاص. شريكك ده يا استاذ سمير؟ نعم. شريكك ده؟ ولا اعرف. اهو قال ايوه. ها يبقى انا اسف. من ابو الفوارس لابو رجيله يا قلبي لا تحزن. الو يا فندم، هنا مكتب سميركو وشريكو ابو رجليلكو. نعم يا فندم، تحت امر ساعتك، كل حاجه موجوده، كل طلباتك موجوده. شقق فخمه، شقق عاديه، شقق تحت العاديه، في ايجار، في تمليك، تحت امرك يا فندم. في ايجار قديم وايجار جديد وفي بدل فائد وكل حاجه. الديت المحمول ب 75 قرش. يا فندم ساعتك عاوز تأجر ايه؟ حته واسعه؟ ساعتك عاوز خرابه يعني؟ هتعمل ايه في الخرابة دي؟ عايز جراج للتوك توك؟ ساعتك عندك توك توك؟ كم؟ 35 توك توك؟ مش عارف توديهم فين؟ لا تحت امر ساعتك، موجود يا فندم، كل حاجة موجودة. لا ساعتك اتفضل، انا ممكن اشاركك كمان. اوكي يا فندم، ساعتك اتفضل في المكتب، نحتسي القهوة ونتناقش. انا وضيوف الاعزاء بكيزة وزغلول. مع السلامة. قلبي هيقول لي اللي كان هيكلمك ده زبون. يا راجل، هو كان عايز يأجل خرابة؟ ايه بتشك فيها دي كمان؟ قلبي حاسس جديه انه شربيني. ده الخرابة؟ لا توك توك. انت كنت جاي عايز ايه يا ابو الفوارس؟ ايه؟ والله ما انا فاكر. كان جاي يطخني. لا انت كعبلت في طريقي كده بالصدفة. انا كنت جاي عايز حاجة من استاذ سمير. ايه هي؟ ده انت؟ لا انت؟ لا انا كمان. صوت الكلب مش ذكر، ده صوت كلبة. اسمع كده يا استاذ سمير، ايه شاكك كمان يكون شربيني؟ لا صوت شربيني متغير شوية عن كده. ايوه افتكرت، في واحد جاي عايز يقابلك
اسمه ابو حديد الناشف. ابو حديد وناشف كمان؟ ايوه، ومعاه كلب عمري ما شفت اخوه، كلب كيف الوحش. اه كيف الوحش ده نوع نادر قوي قوي. طب خليه يتفضل. حاضر. عديها على خير يا رب. يا برجيل يا بيه تعال. تمام، مالك من ساعة ما سمعت حكاية الكلب ووشك لونه اتغير كده؟ لو تكون عامل حاجة. لا بيه عامل ايه، مفيش حاجة. اصل يبدو ان الكلب ده بوليسي وحد بلغ فيه حاجة، الله يسترك لو عامل عاملة قولي. مفيش يا بيه مفيش، صدقني انا اعتبرني زي امك وخليك صريح قولي يا بيه. والله حشيش جيبك حاجة؟ لا يا بيه مفيش، مفيش حاجة. مفيش ها؟ لا اتكل على الله. مساء الخير. مساء النور. هو ده الكلب الوحش؟ مش ده مكتب عقارات حضرتك؟ ايوه فعلا. طيب انا كنت عايز اجر دورين او ثلاثة اعملهم اوتيل للكلاب. اوتيل للكلاب؟ وكم نجمة سعادتك عاوز؟ 5 ستارز. انا مش فاهم يعني كلب من دول يهز ديله ويجي أجر أوضة ويقعد عشان أعصابه ترتاح؟ أو يمكن كلب متغرب. الصبح يلبس المايوه ويقعد على البسين وياخد لون. حضرتك بتهزر؟ لا يا فندم ما بهزرش. تحب سعادتك كمان في الأوتيل ده نعمل جزء بيوتي كلاب سنتر ويكون فيه مساج وساونا؟ مين سلوى دي يا بيه؟ دي حاجة مش هتعرفها ولا عمرك هتشوفها. حضرتك بتسأل كتير. يا فندم أنا لازم أسأل، أصلي أول مرة أسمع عن الحكاية دي. يا أستاذ في ناس عندهم كلاب ومسافرين، وناس كانت كلابهم تعبانة وبتقضي فترة نقاهة وما بيبقاش قدامهم غير إن هم يحطوهم في أوتيل. آه ما شاء الله. وحضرتك بتشتغل إيه؟ مدرب كلاب. هتشتغل إيه؟ مدرب كلاب. يعني أهلك ربوك وعلموك عشان تدرب كلاب؟ لا، واضح إن أنتوا مش فاهمين حاجة خالص. لا لا يا باشا أنا فاهم. ده حمار هيفهم مني. شوف مين يا برجيل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، اتفضل. هو ده مكتب عقارات مش كده؟ ايوه يا فندم تحت امرك. كنت عايز شقه تمليك. قوي قوي يا فندم، في خدمه سعادتك. عاوز مساحتها قد ايه؟ مش مهم المساحه. سعادتك عاوز تدفع فيها كام؟ برضه مش مهم الفلوس، اي حاجه انت عايزها اديها لك. طب سعادتك عاوزها في انهي دور؟ برضه الدور مش مهم، اي دور هتجيبه لي هسكن فيه. الله، كل حاجه عندك مش مهم مش مهم. تحت امرك. من فضلك ممكن تخلصني؟ أنا مستعجل. أيوة يا نافش بيه، تحت أمر سعادتك. اهدى كده عشان إحنا بس عايزين نريحك. هو أنت كنت عايز إيه بالظبط؟ أنا عاوز أجر دورين ثلاثة أعملهم أوتيل. ويا ترى لأقولك؟ لسه أهم بيحاولوا. تفضل سعادتك، تفضل ارتاح أنت والكلب اللي مع سعادتك عبال أخلص أنا من الباشا، وطلبات سعادتك كلها هتجاب. اتفضل. طبعا سعادتك عارف ان عمولتي 2.5%. طبعا. وبعدين عشان تتفرج على الشقه هاخد 50 جنيه. انا عارف كل ده وموافق عليه، بس ممكن اسالك سؤال الاول؟ اتفضل. فين رخصه المكتب؟ ايه دخل رخصه المكتب بالشقه؟ طب انت معاك بطاقه ضريبيه؟ ايه علاقه البطاقه الضريبيه بايجار الشقه؟ احب اعرفك بنفسي، حسيب حسب الله، مامور ضرايب. مين؟ حضرتك سمعتني كويس؟ طب حضرتك عايز ايه دلوقتي؟ عايز اشوف البطاقة الضريبية بتاعتك. والشقة مش هتتفرج عليها؟ قلت لك عايز اشوف البطاقة الضريبية بتاعتك. ابو رجيلة. مين ابو رجيلة ده؟ ده فندم شريكي. انت شريكه يا ابو رجيلة؟ يا راجل حرام عليك. نعم؟ انت هتتبلى عليا ولا ايه؟ انت بتبيعني يا ابو رجيلة؟ انت شريكه يا برجيلة؟ يا بيه انا زبون زي حضرتك بالظبط، جاي اجر شقه.
طيب ممكن اشوف بطاقتك؟ بطاقتك لو سمحت. استاذ سمير اللي قدامي دي حاله تهرب ضريبي واضحه جدا. ايوه باشا يا ريت تطلع لي في حاله تهرب ضريبي هنا. استاذ سمير انا مضطر اقبض عليك. بتقول ايه؟ وشمع المكان كمان. يا سعاده البيه انا ساكن هنا، انا صاحب المكان. المكان بيستغل الاغراض غير السكن، ودي جريمه بيعاقب عليها القانون. يا فندم احنا كنا هنسكن شوية كلاب، هو حد غريب يعني؟ فين صاحب المكان ده؟ انا يا فندم. اتفضل معايا. سمورة؟ سمورة ايش فيكم؟ شوفي ليش الشرطة هون؟ ابو رجيلة خدعني. مو قلت لك دير بالك من هالمربع ناقص ضلع. شو عمل لك؟ شو عمل لك؟ شقة حتتشمع. شلون يعني بدي يلمعوها يعني؟ يا ريت يا حبيبتي. هيجيبوا شمع ويولعوا حواليها. ليش؟ هياخدوها قبرة؟ واحنا وين نروح؟ تخافوش كل حاجة ناشف بيه. ايوه استاذ سمير. حضرتك هتعمل لوكندة الكلاب مش كده؟ طبعا طبعا. طب يا ريت حضرتك تحجز سويت للمدام وسويت للمدام جنب الكلاب، مفيش مشكلة، وحوش كبير للأولاد يلعبوا فيه عبال ما اطلع انا. حوش كبير؟ ربنا يخليك يا فندم. خلوا بالكم من نفسكم. تفضل معي. لا يا ام عبد الله. تفضل تفضل. سمورة الله ياخذك. سعادتك اسبقني على البوكس وانا حاجي، بس اقعد جنب سعادتك عشان ورا حر. يا ريت ما تتاخرش عليا. تفضل يا فندم. هتوحشنا يا بيه. عايزك في كلمه سر. اؤمر يا بيه. انا مش عارف اشكرك ازاي. مش عارف اشكرك. حلو يا بيه. روحت لنا الرجال. يا بنت انا خدامك. روحت لنا الرجال. لا لا كده حرام. هذا الميسر. هو اللي عملت حاجه. هاتوا الكلاب. هاتوا الكلاب. انا عملت حاجه. تعالوا. كفايه. كفايه يا بيه. كفايه ها؟ كفايه يا بيه. سمعت. استوب لحد كده واستوب. استوب لحد كده ممتاز. ممتاز. بتهنينا قبلة منهم بتهنينا.